ان احنا نعرف تقسيمه الدرجات، واحنا يعني قبل ما نذاكر وفي اول السنه الدراسيه اعرف الماده دي عليها كام درجه، عليها 100 درجه، بتتقسم ازاي، ايه اللي موجود في نهايه الترم، ايه اللي موجود في الميد ترم، ايه اللي موجود على اعمال السنه، ليه؟ عشان اديها ما يناسبها من ايه، من وقت بناء على درجاتها وتوزيع الدرجات دي ايه. من ضمن الحاجات المهمه ان الواحد ينام بشكل كويس، خلاص. طبعا ده الامتحانات، قبل الامتحانات نعمل ايه؟ هنتكلم كده كلمتين عن الامتحانات، ان الواحد ينام بشكل كويس، ياخد وقت الامتحان كله، ما يطلعش من الامتحان بدري حتى لو خلص، يقرا كل التعليمات الموجوده في صفحه الاسئله، يراجع كويس بعد ما بيجاوب، بيكتب امثله في الايه، في الاجابات بتاعته في الامتحانات. الواحد يحل السهل الاول، ينجز السهل وبسرعه. احنا بنقول لما الواحد يذاكر يبدا بالصعب، انما في الامتحان لا، ابدا بالسهل، لان السهل هيديني ثقه في نفسي وهيشجعني وهيخليني احافظ على الوقت، ان انا حليته في وقت قياسي. الواحد ما يسيبش سؤال فاضي ابدا في الاسئله الكتابيه، سؤال فاضي معناها صفر، كتبت فيه اي حاجه معناها ان انا اخد درجه. خلاص، قبل الامتحان الواحد يفطر طبعا فطار صحي خفيف وياخد سوائل كفايه ويوصل للامتحان بدري، ما يروحش الامتحان على الميعاد بالظبط. لازم قبل الامتحان يقف مع زمايله ويهزر ويضحك وما يبقاش قلقان ولا متوتر. ما يذاكرش على باب لجنه الامتحان، هو قفل مذاكرته امبارح بالليل او النهارده الصبح، لما يذاكرش على باب لجنه الامتحان. قلنا هيقرا كل التعليمات اللي في ورقه الاسئله، هيمشي بالقلم الرصاص، دي مهمه جدا، مهاره هامه للغايه، انه يمشي بالقلم الرصاص مع السؤال اللي مكتوب كلمه كلمه، يحط شرطه تحت كل كلمه بيقراها، بحيث ما يبقاش في كلمه وقعت منه ما خدش باله منها. خلاص، يبروز الكلمات المهمه في السؤال، يحدد العناوين اللي هيكتبها قبل ما يعمل، يعني بعد ما قرا السؤال يروح كاتب الافكار الاساسيه اللي لازم تتكتب في السؤال ده، يكتبها بالقلم الرصاص كده على هامش الصفحه. خلاص، يبقى ده بالنسبه للاسئله الكتابيه. لو الاختبار بقى ام سي كيو، فانه لازم يقرا الاجابات كلها، ما ينفعش ياخد اجابه من غير ما يكون قرا كل الاجابات. ساعات الواحد يجري يروح واخد اجابه ويفاجأ بعد كده انه كان فيه اجابتين او ثلاثه صح، والسؤال كان فيه all of the above او كل اللي فيه كان صحيح. خلاص، فلازم الواحد يقرا كل الاجابات، لان ده خطا شائع. زي ما بنقول في الامتحانات الكتابيه الواحد ما يضيعش الوقت في الاسئله الصعبه، نخليها للاخر. بعد كل سؤال ممكن واحد ياخد راحه دقيقه، خلاص، حسب طبعا وقت الامتحان ما يسمح، بس لازم يريح دماغه دقيقة أو دقيقتين بعد كل سؤال، حسب يعني الإيه، طول الامتحان قد إيه. الدقيقة دي هتخليه ما يهنجش وهتخليه يستعيد قدراته. لازم الواحد يبقى فيه وقت للمراجعة في آخر الامتحان. وطبعا الامتحانات ما بتقسش طيبة الإنسان وما بتقسش مشاعره وما بتقسش إبداعه، ولكن في الأخير هي ضرورة لازم أن احنا نعدي فيها. السؤال الكتابي طبعا لازم واحد يكتب مقدمة في بداية السؤال، المقدمة عن أهمية الموضوع، حجم المشكلة، الأرقام اللي بتصف هذه المشكلة، المحاولات السابقة للتعامل مع المشكلة ده، هي تاريخ المشكلة ده، هي كل ده في المقدمة. بعد كده بحط الخطوط العريضة جوه جسم السؤال، خلاص، والعناوين المختلفة اللي أنا عايز أتكلم عليها. ثم لازم أبقى كاتب إيه، النتائج بقى بتاعت الإيه، النتيجة والخلاصة في الآخر. طبعا في الدراسات العليا ممكن واحد يكتب رايه الشخصي في ايه، في نهايه الايه، السؤال. الام سي كيو قلنا لازم نقرا كل الاسئله ونختار الاجابه الايه، الصحيحه، بعد ما اكون قريت كل الاسئله. لو كلمه مش مفهومه احيانا، بالذات في اللغه الانجليزيه اللي بيمتحن بالانجليزي وبيذاكر بالانجليزي، احيانا تيجي كلمه مش مفهومه. الكلمه المش مفهومه ممكن اقطعها لقطع يمكن افهمها لما تتقطع. خلاص؟ وطبعا احيانا بيبقى الاستاذ بتاع الماده بيسمح انه لو في كلمه مش مفهومه ان احنا نسال على معناها كلغه، يعني طالما ان الامتحان ده لغه انجليزيه، فانه لو في كلمه بالانجليزي ممكن نسال على معناها.